تلميذ سنة ثانية ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثالث في مادة التربية الإسلامية، سنقوم بحله معا. التمرين الأول، اربط عبارة من آداب المسجد بالبطاقة المناسبة لها. لدينا آداب المسجد ولدينا بطاقة، إذا البطاقة التي تمثل آداب المسجد اربطها مع آداب المسجد. نبدأ. أولا، عدم إزعاج المصلين. إذا هل هي من آداب المسجد؟ إزعاج المصلين ليس من آداب المسجد. عدم إزعاج، يجب أن لا أزعج المصلين. إذا لا أزعج المصلين هي من آداب المسجد. في المسجد لا أزعج المصلين. إذا صحيح. عدم الاستماع للإمام، أحسنتم، ليست من آداب المسجد. في المسجد يجب الاستماع للإمام. عدم خطأ. عدم رفع الصوت في المسجد، جيد، هي من آداب المسجد. في المسجد لا أرفع صوتي في المسجد، أتكلم بهدوء أو بصوت منخفض. عدم رفع الصوت هي من آداب المسجد. من جهة أخرى، قراءة دعاء دخول المسجد. عندما أدخل المسجد أقرأ الدعاء، أحسنتم، هي من آداب المسجد. الركض في أرجاء المسجد، معنى في المسجد أجري في المسجد، أحسنتم، ليست من آداب المسجد. في المسجد لا أجري في المسجد، لا أركض في المسجد. إلقاء التحية على المصلين، عندما أدخل المسجد أقول للمصلين السلام عليكم مثلا، إذا أحسنتم، هي من آداب المسجد. إذا من آداب المسجد قراءة الدعاء قبل الدخول إلى المسجد، ثم ألقي التحية على المصلين. كذلك في المسجد لا يجب إزعاج المصلين، ولا أرفع صوتي. إذا تحدثت أو تكلمت مع شخص أتكلم بهدوء حتى لا أزعج المصلين. إذا عدم إزعاج المصلين، عدم رفع الصوت، قراءة الدعاء وإلقاء التحية، كلها من آداب المسجد. بينما الجري في المسجد أو الركض، وكذلك عدم الانتباه والاهتمام بالإمام، كلها ليست من آداب المسجد. نلتقي إلى التمرين الثاني. اكتب صحيح أمام العبارة الصحيحة وخطأ أمام العبارة الخاطئة. إذا كانت عبارة صحيحة أكتب صحيح، وإذا كانت خاطئة أكتب خاطئ. إذا أقرأ وأفهم ماذا تقول العبارة. أدخل المسجد برجلي اليمنى. عندما أدخل المسجد الرجل الأولى التي أضعها في المسجد هي رجلي اليمنى. أحسنتم، صحيح. دائما الرجل الأولى هي اليمنى. إذا صحيح. ده صحيح. مكتوب، اكتب صحيحا. تحية المسجد هي ركعتين. يوجد صلاة اسمها صلاة تحية المسجد، عندما أدخل إلى المسجد أصلي صلاة تحية المسجد، هي ركعتين. أحسنتم، صحيح. صلاة تحية المسجد هي ركعتين، صحيح. صحيح. المسجد هو مكان للصلاة وكذلك وطلب العلم. إذا في المسجد مكان للصلاة وأطلب فيه العلم. أحسنتم، صحيح. لما أستمع إلى الإمام فإنني أتعلم، إذا أطلب العلم كذلك في المسجد وأصلي. رابعا، أقول الله أكبر عندما أنهي الصلاة. أقول الله عندما أنتهي من الصلاة أقول الله أكبر، خطأ. عندما أنهي من الصلاة أقول السلام عليكم وليس الله أكبر. إذا أدخل المسجد برجلي اليمنى، صحيح. صلاة تحية المسجد هي ركعتين، صحيح. المسجد هو مكان أصلي فيه وأطلب فيه العلم، وعندما أنهي الصلاة أقول الله أكبر، خطأ. التمرين الثالث، صنف الأعمال التالية في الجدول. قراءة الفاتحة، الركوع، السجود، التسليم، القيام والتكبير. عندما أقوم بالصلاة، عندما أصلي صلاة أقوم بكل هذه الأعمال، قراءة الفاتحة، الركوع، السجود، التسليم، القيام والتكبير. لدينا أقوال الصلاة وأفعال الصلاة. أقوال هي الأشياء التي أقولها، والأفعال هي الحركات التي أقوم بها. إذا وجدنا أقوال نكتبها من هنا، وإذا كانت أفعال أو حركات نكتبها من هنا. قراءة الفاتحة، إذا لما أقرأ الفاتحة فإني لا أقوم بأي فعل أو أي حركة، أنا واقف وأقرأ، إذن هي من الأقوال. قراءة الفاتحة من الأقوال.
أنني وأنا أقرأ الفاتحة لا أتحرك. الركوع، الركوع أقوم بحركة أنزل إلى الأسفل، الركوع إذن هي من الأفعال. السجود كذلك أكون واقعا ثم أسجد، وأكون واقفا ثم أسجد، إذن هي أقوم بأفعال أو حركات، نكتبها من الأفعال. السجود، السجود هي فيها أفعال. التسليم، وأنا جالس أقول السلام عليكم، أحسنتم هي أقوال. لا أتحرك لما أسلم. القيام، لما نقوم نقوم بحركات، إذن هي أفعال. القيام هي عبارة عن أفعال. بقيت لنا واحدة، التكبير، لما أنا واقف أقول الله أكبر فإنني لا أتحرك، إذن التكبير هو من الأقوال. إذا لدينا الأفعال أو الحركات، أقوم بأفعال عند الركوع والسجود والقيام، بينما عندما أقرأ الفاتحة أو أسلم أو أكبر فإنها كلها أقوال. نلتقي إلى التمرين الرابع. التمرين الرابع يقول اربط كل صلاة بعدد ركعاتها. لدينا صلاة الصبح، الظهر، العصر، المغرب، والعشاء، الصلوات الخمس، ولدينا عدد ركعات، 4 ركعات، 5 ركعات، 3 ركعات، 6 ركعات، ولدينا ركعتين. إذا نربط كل صلاة مع عدد الركعات التي تناسبها. صلاة الصبح، أحسنتم هي جيد، ركعتين. صلاة الصبح هي ركعتين، نربطها مع صلاة الصبح هي ركعتين. صلاة الظهر، أحسنتم هي جيد، 4 ركعات. ننتقل إلى الصلاة الثالثة وهي صلاة العصر. صلاة العصر، أحسنتم هي كذلك، 4 ركعات. صلاة المغرب أو المغرب، أحسنتم، 3 ركعات. صلاة الأخيرة هي العشاء، أحسنتم هي 4 ركعات. إذا نراجع عدد الركعات، صلاة الصبح 2 ركعات، صلاة الظهر 4 ركعات، صلاة العصر 4 ركعات، المغرب 3 ركعات، وصلاة العشاء 4 ركعات. بقي لنا التمرين الخامس والأخير. لدينا أكمل كتابة الكلمات الناقصة في سورة الكافرون. لدينا سورة الكافرون وكلمات ناقصة، يجب وضع الكلمات التي تنقص في السورة. نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا، أحسنتم، لا أعبد. لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم، أحسنتم، عابدون ما أعبد. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا، جيد، عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم، أحسنتم، ولي دين. صدق الله العظيم. نريد قراءة سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. وهكذا انتهينا من حد الاختبار.
لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم اختبارات جدد، وإلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.